لاعب المقاولون العرب السابق من مواليد 97، وزي ما كنا بنقول هو اختار تيشيرت رقم يعني 27، ودي طبعا من الصفقات الأخيرة للنادي الأهلي بجانب طبعا بدر بنون مدافع الرجاء سابقا ومدافع الأهلي حاليا. مشاهد زي ما حضراتكم بتشوفوها دي كده زي بروتوكول أو زي كده إيه حاجة بتتعامل كل ما لاعب جديد بينضم، يعني زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي تبقى حاجة لطيفة يا كريم. ممر الشرف اللي كان زميلنا أيوة محمد ممر. توفيق بيتكلم عليه، وطبعا لازم يعمل كده عشان يأمن نفسه. تبقى أجواء لطيفة جدا وحالة حب كده ما بين اللعيبة بالزبط. وتناغم وانسجام، وحتى بتدي دفعة للعيب الجديد ما يبقاش برضه شايل هم ايه لسه، طب انا هتأقلم مع الناس، طب هاخد عليهم بسرعة، الحاجات دي بتدوب التلج زي ما بيقولوا، تبقى لطيفة جدا. بنتمنى التوفيق لطاهر محمد طاهر ولبدر بنون ان شاء الله في يعني مع فريق الأهلي ان شاء الله.